لكي يكون من المستقبل بإذن الله حضور أكبر للشعب السعودي في هذه المدينة. أنا الحقيقة سمعت من زميلي سعادة المهندس حقيقة أحمد السلطان بأن العام القادم سوف يشهد إن شاء الله افتتاح الفندق مركز النخلة، وسوف إن شاء الله تعالى يكون إن شاء الله تعالى بداية اكتمال المدينة بحول الله. فمركز النخلة يعتبر هو العنصر الأساس، وسوف يتبع إن شاء الله سوق للخضار، وسوف يتبع مرافق أخرى هامة، ولكن الأهم من ذلك العام القادم سوف يكون مركز النخلة مكتمل تماما، وهو العنصر الرئيسي في هذه المدينة الكبيرة التي الحقيقة يعني أصبحت مقصدا من جميع من يبحث عن منتج التمور بشكل متميز ومنتج مختلف عن جميع المنتجات. مساك الله بالنور رسول. طلعنا اليوم أشهد تكريم للرعاة الحديثة بإنسانه بشكل كبير بنجاح الفعاليات. نعم. ونجاح مهرجان صاحب السمو الاستثمارات السعودية تفخر أن تكون شريك استراتيجي لهذا المنتج العظيم المنتج الذي تفتخر به السعودية. صاحب السمو نحن نوفر عملنا هذا من خلال توظيف برنامج يشمل العمل الاجتماعي للشركة. ودنا أن نسمع كلمة سموه الكريم حول المنتج الاجتماعي للاستثمار السعودي. شكرا. حقيقة الاتصالات السعودية شريك أساسي في كل عمل ناجح، ولا أدل على ذلك مشاركتها الحقيقة معنا في هذا المهرجان. وأنا رأيت الحقيقة الاتصالات السعودية ليست فقط في مهرجانات التمور، وإنما الحقيقة في كثير من الفعاليات في منطقة القصيم بصفة خاصة، بل في الوطن بصفة عامة. فأنا الحقيقة يعني من هذا المكان أقدم الشكر والتقدير لإخواننا في وزملائنا الحقيقة في شركة الاتصالات السعودية الذين عودونا دائما على المشاركة الاجتماعية والمساهمة في كل فعالية تخدم الوطن والمواطن. فليس بغريب الحقيقة على الاتصالات السعودية، أرجو أن تنقل تحياتي وشكري لهم وتقديرنا لمساهماتهم الاجتماعية التي ليست بغريبة، لأن الاتصالات السعودية كما تعلم هي شركة وطنية تخدم المواطنين. ونعتز الحقيقة، ترى أنا أريد أن أقولها بكل صراحة، أن الاتصالات السعودية هي في مقدمة شركات الاتصالات العالمية التي نرى لها خدمات كبيرة. رأينا الحقيقة كثير من يعني شركات الاتصالات في دول العالم، ولكن تقصر خدماتها أو جودتها عن ما تقدمه الاتصالات السعودية، لأننا في بعض الأحيان عندما نأتي إلى محلات ربما تكون واطية قليلاً أو في أماكن ليست مفتوحة تنقطع الإرسال، ولكن الاتصالات السعودية شهادة حق أننا حتى في الأنفاق، حتى في البدروم أو البيسمنت، في أي مكان تجد الاتصال مستمر. فلكم مني الشكر والتقدير، وهذه كلمة حق يجب أن أقولها. شكراً لك. تفضل. بأن الحقيقة يعني الرعاية التي يحظى بها مهرجان التمور هي رعاية حقيقة مشجعة بشكل كبير، ولا أدل على ذلك وجود شركات عملاقة. نجد الحقيقة شركات مثل شركة سابق، مثل الاتصالات السعودية، مثل شركة المراعي، مثل شركات كبيرة ربما الآن لا يتسع المجال لذكرها جميعا بدون الحقيقة يعني قصور في الجميع. الحقيقة ما تقوم بهذه الشركات هو مصدر الحقيقة افتخار للجميع واعتزاز. وأنا أتوقع بأن المساهمات أو الرعاية من كثير من الحقيقة الشركات الوطنية الكبرى أصبحت ولله الحمد مشجعة الآن، وأصبحوا يرون الحقيقة في مثل هذه المهرجانات يعني رواجا كبيرا وتسويقا لجميع الحقيقة مساهماتهم في هذه المشاركات الوطنية. فأنا الحقيقة
ممتن ومقدر للجميع مساهماتهم ورعايتهم لنا في مثل هذا المهرجان والمهرجانات الأخرى، لأن هذا حقيقة من أهم الواجبات الوطنية عليهم، وهم دائما لا يقصروا معنا في مثل ذلك. هذا جعل مسألة متاحة للفرص الوظيفية للشباب. نعم. والله أنا أعتقد أن إيجاد وظائف يعني للشباب هو مطلب استراتيجي ومطلب وطني، وولاة الأمر لا يألو الحقيقة في كل مناسبة عن التأكيد على ذلك، وهذه استراتيجية الدولة بوجه عام.